بسم الله الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. أهلا بكم في حلقة جديدة من تفسير سفر الرؤيا. كلمنا عن المرحلة الأولى في سفر الرؤيا اللي هي الكنيسة على الأرض، وشفنا شخص المسيح اللي ماسك في إيده 7 كواكب والماشي في وسط 7 مناير، وهو بيتفقد الكنائس المختلفة في مراحلها المختلفة وبعت رسالة لكل كنيسة من الكنائس. المرحلة التانية من سفر الرؤيا شفنا منظر الكنيسة في السماء، السيد المسيح الجالس على العرش ويظهر كأنه خروف قائم وهو مذبوح، وحوله 24 شيخ والملائكة والـ4 الكائنات الغير متجسدة والتسبيح اللي مالي السماء. بنبتدي النهاردة في القسم الثالث من سفر الرؤيا اللي هو قسم الختوم 7. يحدثنا معلمنا يوحنا ويقول: ونظرت لما فتح الخروف واحد من الختوم 7، وسمعت واحد من 4 الحيوانات قائلا كصوت رعد: هلم وانظر. وهنا بنلمح لمحة جميلة ان يوحنا بيتعامل مع كل الاشخاص اللي كائنين في السماء. اتعامل اولا مع الجالس على العرش لما لمسه بيمينه واقامه لما وقع من الخوف كميت. اتعامل مع الشيوخ لما قال له احد الشيوخ: لا تبكي، الأسد الخارج من سبط يهوذا قدر يفك الختوم. اتعامل مع الملائكة، الملاك اللي كان بيشرح له بيفسر له بيوريه. اتعامل مع 4 الحيوانات الغير متجسدة لما كان كل واحد منهم بيوري له منظر من الختوم 7. وسمعت واحد من 4 حيوانات قائلا كصوت رعد، في صوت قوي: هلم وانظر، تعال وشوف. وإذ فرس أبيض والجالس عليه معه قوس، وقد أعطي إكليلا وخرج غالبا ولكي يغلب. لما فك الختم الأول اللي كان مقفول وشيء غير مرئي، استطاع انه يرى هذا الختم عندما فتح بانه عبارة عن فرس، والفرس لونه ابيض، وهنا اللون البياض ده رمز للنقاوة والنصرة، لان كان معتاد في الامبراطورية الرومانية ان الملك الفائز لما يدخل المدينة ويحتفل بيه كان يركب على الفرس الابيض، وعلى الفرس ده جالس، واللي جالس عليه خرج غالبا ولكي يغلب. الجالس ده المستقر هو شخص السيد المسيح اللي غلب الموت، غلب وغلبته تستمر باستمرار، وانه معاه قوس. القوس ده هو كلمته اللي نشرها وارسلها كبروق وأرسلها كسهام إلى كل مكان في العالم، وقد أعطي إكليل، الإكليل ده علامة النصرة. وهذا الفرس يرمز إليه بالقوة والسرعة في الأحداث، لأن السماء طبعا ما فيهاش فرس أو ما فيهاش حصان، لكن الفرس هنا رمز لقوة الحدث وسرعته. وده بيتحدث عن الكنيسة الأولى لما بيعلن المسيح فيها سر الغلبة وسر النصرة على الموت. عشان كده مسيحنا اللي غلب الموت وهو غالب باستمرار للموت بيعلن هذا الإعلان الرائع. ولما فتح الختم الثاني سمعت الحيوان الثاني قائلا هلم وانظر، فخرج فرس أحمر. فرس آخر أحمر، واللون الأحمر هنا هو لون الدم، والجالس عليه أعطي أن ينزع السلام من الأرض،
وأن يقتل بعضهم بعضا وأعطي سيفا عظيما. لون الأحمر ده لون الدم، إشارة إلى عصر الاستشهاد اللي كان عبارة عن سيف عظيم واجهته الكنيسة. وفي الفترة ده هي السلام نزع، لأن كان في اضطرابات وألام واضطهادات. بحسب كلمة السيد المسيح: ما جئت لألقي سلاما بل سيفا على الأرض، جئت لأفرق الأب ضد الابن والكنة ضد حماتها وأعداء الإنسان أهل بيته. وهنا السلام فقد نتيجة أن فيه ناس أمنت بشخص المسيح، لكن من نفس الوقت ناس آخرين رفضوا السيد المسيح. فاللي رفضوا المسيح اضطهدوا اللي قبلوا المسيح، عشان كده حصل انقسام وحصل آلام. واللون الدم إشارة إلى عصر الاستشهاد اللي ابتدى بنيرون وانتهى بدقلديانوس، اللي قرر أن دم الشهداء يوصل لحد لجم الخيل. ولما فتح الختم الثالث سمعت الحيوان الثالث قائلا: هلم وانظر. ونظرت وإذا فرس أسود، واللون الأسود هنا هو لون الظلمة أو لون الموت، ولكنه موت من نوع آخر، الظلمة العقلية. والجالس عليه معه ميزان في يده. وسمعت صوتا في وسط الأربعة الحيوانات قائلا: ثمنية قمح بدينار وثلاث ثماني شعير بدينار، وأما الزيت والخمر فلا تضرهما. والختم الثالث ده هو العصر اللي ظهرت فيه البدع والهرطقات، زي بدعة أريوس اللي أنكر لاهوت المسيح، بدعة مقدونيوس اللي أنكر لاهوت الروح القدس، بدعة نسطور اللي اتكلم عن أن العذراء ما هياش والدة الإله، وأنكر وقال أن المسيح ليه طبيعتين منفصلتين. الفترة اللي سات فيها الظلمة العقلية أو عدم المعرفة، وكان فيها جوع إلى كلمة الله، لأن الجوع اللي حصل هنا، الميزان اللي ظهر ده، يعني كل حاجة موزونة، كل حاجة على القد بالظبط، نتيجة الاحتياج والجوع الشديد. ثمنية قمح بدينار، ثمنية جزء قليل جدا من القمح، والقمح ده كان أكل الناس الأغنياء، والدينار ده أجرة العامل في اليوم، يعني كون أنه ياخد لقمة عيش أو اللي يكفيه يدوبك بالعيش بتشغله اليوم كله، دليل على الجوع. وثلاث ثماني شعير بدينار، الشعير ده كان أكل الناس الفقراء، العيش الرخيص المصنوع من الشعير. صار بدينار أيضا أجرة العامل في يوم كامل. فهنا إشارة إلى المجاعة، لكنها ليست مجاعة إلى الأكل والشرب أو الخبز المادي، لكن هي إشارة إلى المجاعة اللي حصلت إلى كلمة الله ومعرفة الله، نتيجة الهرطقات وسواد الظلمة اللي ساد على العالم في ذلك الوقت. لكن يطمن ويقول: أما الزيت والخمر فلا تضرهما. الزيت هو إشارة إلى عمل الروح القدس اللي بيدي استنارة في حياة الإنسان، والخمر إشارة إلى جسد ودم المسيح. لكن الزيت والخمر دول هم اللي حفظوا الإيمان، نعمة الروح القدس اللي عملت في الكنيسة، وجسد ودم المسيح اللي ساند الكنيسة في الفترة المظلمة اللي مرت بيها. ولما فتح الختم الرابع سمعت صوت الحيوان الرابع قائلا: هلم وانظر. فنظرت وإذ فرس أخضر، والجالس عليه اسمه الموت، والهاوية تتبعه،
وأعطي سيفا على أربع على ربع سكان الأرض أن يقتل بالسيف والجوع والموت ووحوش الأرض. فرس ده لونه أخضر، واللون الخضار ده يعني لون الحياة، لكن في واقع الأمر كلمة الأخضر هي كلمة بيل، يعني شاحب أو باهت. والشحوب أو البهتان ده بيجي لما الإنسان بيبتدي يفقد حياته، لما الإنسان بيخش في صدمة وضغطه يوطى ويقارب الموت ويشارف الموت، لونه بيبقى باهت. فهنا بيقول إن الفرس ده دين، عقيدة، مبدأ سادت في العالم، هي وعدت بالحياة، وعدت الناس بالحياة زي ما بيقول دين ودنيا. لكن في واقع الأمر إن اللي جالس على الفرس ده هو الموت في حد ذاته، بيوعد الناس بالحياة لكن هو في ذاته الموت، والهاوية تتبعه، الهلاك وراء ذلك الموت، الهلاك الأبدي للإنسان اللي يتبع ذلك الفرس الأخضر. وأعطي سلطانا على ربع سكان الأرض، وإن المبدأ ده أو الاعتقاد ده هيسود على ناس كتير لدرجة أنه يوصل أن ربع سكان الأرض يعتقدوا في هذه الحياة الباهتة الشاحبة، ويظنوا أن هي حياة مبهجة وأن هو ده الصح، لكن في واقع الأمر ده الموت والهاوية تتبعه. وأعطي السلطان أن يقتل بالسيف، المبدأ ده ينتشر بقوة السيف، هذه الديانة تنتشر بقوة السيف. والجوع، الجوع الروحي، يوعد الناس بخيرات لكن في واقع الأمر هو كله جوع، جوع روحي إلى الحب، إلى السلام، إلى الراحة، إلى الفرح. والموت بوحوش الأرض لأنه يفترس، كما نرى في الإرهاب كيف يفترس في العالم، وإن الإنسان يتحول من إنسانيته إلى وحش كاسر يلتهم الآخرين. فهذه فترة أيضا مرت بالكنيسة، إن هذا الفرس الأخضر يسود على ربع سكان الأرض لكنه يقدم الخداع، الموت جالس مستقر عليه والهاوية تتبعه. ولما فتح الختم الخامس رأيت تحت المذبح نفوس الذين قتلوا من أجل الله ومن أجل الشهادة التي كانت عندهم. هنا المذبح، مذبح النحاس اللي كان في خيمة الاجتماع، المذبح اللي كان بتقدم عليه ذبائح ليلا ونهارا، المذبح مذبح الكفارة اللي كان بيكفر يعني بيغطي على خطايا البشرية. تحت هذا المذبح رأى يوحنا نفوس الذين استشهدوا من أجل كلمة الله، الذين قتلوا من أجل كلمة الله، سواء في العهد القديم زي أشعياء اللي نشروه من أجل النبوة بتاعته، وزي زكريا اللي رجموه ما بين الهيكل وما بين المذبح، أو رجال الله في العهد الجديد الرسل اللي استشهدوا وأباء الكنيسة اللي قدموا حياتهم من أجل كلمة الله. فرأى تلك النفوس تحت المذبح اللي ماتت من أجل الشهادة التي كانت عندهم، شهادة هم شهدوا شيء، شهدوا روعة وحلاوة شخص المسيح، شاهدوا هذا ثم شهدوا له، وشهدوا حتى الدم. ومن هنا خدت الكنيسة هذا الطقس، إنها لما كانت بتيجي تبني
الكنيسة تملي كانت تحط تحت المذبح رفات الشهداء ورفات القديسين، وصرخوا بصوت عظيم قائلين: حتى متى أيها السيد القدوس والحق؟ لا تقضي وتنتقم لدماءنا من الساكنين على الأرض. وهنا الساكنين على الأرض الناس المرتبطين بالحياة الأرضية، الناس اللي حطوا هدفهم الأرض وتمسكوا بالأرض، عشان كده كانوا بيدوسوا على كل الناس اللي كانت حياتهم مرتبطة بالسماء. فيصرخ الشهداء ويقولوا: حتى متى لا تنتقم لنا من دماء الساكنين على الأرض اللي اضطهدونا؟ وهنا صرخة الانتقام زي ما أعلن ربنا في سفر التكوين على أن دم هابيل صارخا من الأرض تجاه ظلم قايين اللي قتله، ودم زكريا بن براخيا اللي قتل بين الهيكل والمذبح يصرخ ويشتكي. لكن هنا مطالبة الانتقام ليس كراهية من الذين استشهدوا للذين قتلوهم، لأن نرى في استفانوس تلك العبارة الرائعة وهم بيموتوه بيصرخ لربنا من أجلهم ويقول لهم ويقول للربنا: يا رب لا تقم لهم هذه الخطية، لأن هو قلبهم مش مليان كراهية تجاه اللي موتوهم. ولكن صرخة الانتقام هنا من أجل إظهار صفات الله الكاملة، عشان كده بينادوله بيقولوا له: أنت القدوس والحق، أنت تظهر الحق وتنصر الحق. لأن لو سبت الظلم هو يسود والنصرة تكون ليه للنهاية، فإيه معنى الدنيا وإيه معنى الوجود؟ مش هيبقى فيه أي معنى لهذا الوجود انك تسيب الظلم هو اللي ينتصر والشر هو اللي ينتصر. عشان كده اظهر يا رب عدلك، اظهر يا رب قداستك، لانك كامل في صفاتك. وهنا ايضا الانتقام نوع انتقام عجيب جدا بيطلبوا الشهداء من اجل اللي قتلوهم، زي دم الشهيد استفانوس لما صرخ وطلب الانتقام من شاول الذي كان راضيا بقتله. فكان الانتقام نوع عجيب، ان شاول اللي اضطهد استفانوس تحول الى بولس الانسان المضطهد ايضا لاجل المسيح. فهنا انتقام ليس كراهية، ولكن هو انتقام بان هم كمان يتغيروا ويعرفوا المسيح ويقبلوا شخص السيد المسيح. حتى متى لا تنتقم لنا؟ إريانوس والي إنصنا، من كتل ما افترس من المسيحيين كذئب يفترس حملان، تحول هو أيضا إلى حمل واستشهد على اسم السيد المسيح. فأعطوا كل واحد ثيابا بيضا. ثياب البيض هنا اللون الأبيض ده بيدي راحة، رمز النقاوة ورمز الطهر ورمز الغلبة. اللون الأبيض بيريح، فاداهم الله ثيابا بيض، ثياب البر، ثياب الراحة. وقيل لهم أن يستريحوا زمانا يسيرا، استنوا شوية قليلة. أيضا حتى يكمل العبيد رفقائهم وإخوتهم أيضا العتيد أن يقتلوا مثلهم. ربنا هنا بيطمنهم أن الحق لابد أن يعلن ويعلى، وأن الظلم لابد أن ينتهي، لكن انتظروا قليلا لأن في لسه شهداء ينضموا إليكم، علشان يكمل أيضا جهاد هؤلاء الشهداء اللي هو بينتظرهم
إن هم يقدموا نفوسهم على هذا المذبح، مذبح الحب، ويحطوا حياتهم من أجل شخص السيد المسيح. وربنا هنا بيقول لهم خليكم منتظرين حتى يكمل العبيد رفقاءكم اللي هيحطوا حياتهم من أجل حبهم للملك المسيح، لم يحبوا حياتهم حتى الموت. فمنظر رائع في الختم الخامس يدعو الإنسان هو يحط حياته من أجل المسيح. ممكن أكون شهيد ليس بسفك الدم أو بقتل الجسد، لكن شهيد بموت الإرادة الخاطئة عندي، شهيد بإني أوجه مشاعري تجاه الله اللي أنا بحبه وحطه هو فوق كل حاجة في حياتي. ممكن أكون شهيد بالإرادة بإني أموت عن الخطية فأتمتع برفقة هؤلاء الذين أعطوا ثيابا بيض. ولربنا المجد دائما أبديا أمين.